أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى لقائنا الإيماني المتجدد صبيحة كل جمعة وساعة صباح، والتي تدور اليوم حول معاني الاستقامة وعلاماتها وضوابطها في ضوء قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. للحديث حول هذا الموضوع نرحب بفضيلة الداعية الإسلامية الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا بك دكتور محمد، وجمعة مباركة. بارك الله بكم ونفع بكم. آمين يا رب آمين. في البداية، هذه الآية وردت في سورة هود والحديث حول الاستقامة، فاستقم كما أمرت. هل الحديث خاص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تاب معه من الصحابة، أم الحديث للأمة كلها؟ في الحقيقة الدقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، آمين، وانفعنا بما علمتنا، آمين، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. الحقيقة لو أنني قلت: هل يمكن أن تضغط أو أن تلخص التجارة كلها في الأرض من آدم إلى يوم القيامة بكلمة؟ كلمة واحدة؟ التجارة هي مليون نوع، مليون مستوى. صحيح. أنا أقول يمكن. كيف؟ إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجر. فكما أنني تمكنت أن أضغط أو أن ألخص التجارة كلها في العالم وفي كل الحقب والأزمنة بكلمة واحدة، أنا أقول لك هذا الدين العظيم يمكن أن يلخص بكلمة واحدة. هذه الكلمة عنوان هذا اللقاء الطيب، إنها الاستقامة. فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئا. لو أن هناك دين بلا استقامة صار فولكلور، تراث، عادات، تقاليد، لا يقدم ولا يؤخر. فنحن وكأنني وضعت يدي على المشكلة الأولى في العالم الإسلامي. الأمور واضحة: الصلاة والصوم والحج والزكاة والصدق والأمانة. لعدم التطبيق فقدنا كل موجبات النصر، فقدنا المكان عند الله عز وجل. فاستقم كما أمرت. لكن بلاغة القرآن أن هؤلاء المؤمنين وجهوا إلى الاستقامة بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيباً لقلوبهم. يعني أي أمر موجه إلى النبي وحده فيما يبدو هو في الحقيقة موجه إلى مجموع المؤمنين، فهذا من باب تطيب قلب الصحابة. فأيها المؤمن ينبغي أن تستقم، ويا أيها النبي ينبغي أن تستقم، صار في تطيب قلب بهالمعنى هذا. طيب لماذا قال الله عز وجل ومن تاب معك؟ يعني الأحاديث الآيات الأخرى محمد رسول الله والذين معه، نعم، دائما معه، في هذه الآية ومن تاب معك. بس النقطة الدقيقة، نعم، وهو معكم أينما كنتم، هذه سماها العلماء معية عامة. معية عامة، الله مع كل مخلوق، نعم، حتى مع الكافر. هي معية علم، معية علم. هذا الإنسان إذا تكلم الله يسمعه، إذا أضمر شيئاً الله يعلمه، إذا تحرك الله يراه. هذه المعية العامة هي ليس فيها تقييم لمن يراقب، أما المعية الخاصة إن الله مع المؤمنين، هذه المعية الخاصة معهم بالتأييد والنصر والحفظ والرعاية. فرق كبير بين المعية العامة
والمعية الخاصة. العامة الله مع الكفار أيضا، يعني معهم بعلمه، بحركاتهم، بسكناتهم، بخططهم، بمكرهم، بخداعهم، معية عامة. لكن الله عز وجل مع المؤمنين معية خاصة. المعية الخاصة معهم بالحفظ والرعاية والتأييد والنصر. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ لا أحد. وإذا كان عليك فمن معك؟ لا أحد. ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ الحقيقة ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. إذن الاستقامة يمكن أن يلخص بها الدين كله، ولن نستطيع أن نقطف من ثمار الدين شيئا إن لم نستقم على أمر الله. طيب، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأحد الصحابة: قل آمنت بالله ثم استقم، هل نفهم من هذا أن الاستقامة تأتي بعد الإيمان، هي درجة بعد الإيمان أم مصاحبة للإيمان؟ والله أنت ينبغي كنت أن تسألني هذا السؤال. لما جاءت ثم؟ نحن ثم للترتيب على التراخي، بينما الفاء للترتيب على التعقيب. نقول دخل الوزراء فالمدراء، يعني مع بعضهم البعض مباشرة. دخل الوزراء ثم المدراء بعد حين، للترتيب على التراخي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم، يعني أن تقول ربنا الله ليست كلمة، بحث، دراسة، تبني، تعمق، استطالة. الإيمان يحتاج إلى جهد كبير. يعني الإنسان لما بيكتب إلى جانب اسمه حرف دال، يعني معه دكتوراه، يعني هو معه ابتدائي معناته، ومتوسط وثانوي وليسانس إن كان في الآداب، وبكالوريوس إن كان في العلوم، ودبلوم عامة ودبلوم خاصة وماجستير ودكتوراه. كل هذه المراحل وقد تصل لعشرين عام ملخصة بالدال. فإنه الإنسان لما بيستقيم معنى حقق جزءا مهما في الدين. الآن يمكن أن يتلقى من الله النفحات الإيمانية، التأييد، النصر. يعني القضية دقيقة جدا. فاذكروني أذكركم، إنكم إن صليتم فالصلاة ذكر، إن صليتم أديتم واجب العبودية لي، لكنني إذا ذكرتكم ما الذي يحصل؟ إن ذكرك الله يمنحك نعمة الأمن، وهذه النعمة لا يمكن أن ينعم بها إلا المؤمن. والدليل قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، يعني وحدهم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني أنت إذا قلت في الصلاة نعبد إياك غلط، إذا قلت نعبد إياك لا تمنع أن نعبد غيرك، أما إذا قلت إياك نعبد فحصرنا، هذا حصر وقصر. الله ما قال أولئك الأمن لهم، الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن، يعني لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن. وفي بقلب المؤمن من الأمن، والله لو وزع على أهل بلد لكفاهم. إذن الأمن معنى داخلي في قلب كل مؤمن أم معنى الحقيقة خارجي؟ دقيقة، الخارجي السلامة. أنا قد أعيش سنة ما في ولا مشكلة، لا صحية ولا اجتماعية ولا مالية، أنا في سلامة. أما هو الأمن عدم توقع المصيبة، عدم توقع المصيبة، توقعها مصيبة. أنت من خوف الفقر في فقر، صحيح، من خوف المرض في مرض. توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. الأمن شيء آخر، الأمن هو السلامة، عفوا، عدم وقوع مصيبة سلامة، سلام. الأمن عدم توقع المصيبة. لذلك قل لن يصيبنا، قرآن، إلا ما كتب الله لنا
كتب لنا، ليس علينا، ليس علينا ليس أمام المؤمن إلا الخير، يطمئن. مرة كنت في مدينة عربية، أركب السيارة وجدت أنه لاقط دخل إلى السيارة من النافذة، قال لي واحد كلمة، أستاذ كلمة، شو بدي أقول لك كلمة، قال لي كلمة، قلت له أنت مستقيم، يعني أنت مستقيم على أمر الله ببيتك بعملك، لا تغير ما بيغير، اطمئن. ما دام مستقيم، أقمت الإسلام في نفسك أولا وفي بيتك ثانيا وفي عملك ثالثا وفي علاقاتك الاجتماعية، ما دمت على المنهج وفق المنهج لا تغير ما بيغير، حتى ما يكون في قلق. أقول لك كلمة دقيقة، القلق مرض العصر. صحيح. عندنا دكتور في الجامعة بعلم النفس بمستوى عالي جدا، قال نسب الكآبة في أوروبا بالمية 152. هالنسبة أنا استغربتها. قال يعني 100 معهم كآبة و52 معهم كآبتين. الكآبة هي معاقبة الفطرة لذاتها. يعني إذا واحد دخل للبيت وأمه جائعة، طلب الطعام، تلكأ في تأمين الطعام، هو بجوز أمه سكتت، بس عنده إحساس داخلي أنه كان غير مقبول عند الله لأنه قصر في رعاية أمه. فهو الحقيقة أنه الفطرة شيء دقيق جدا. الفطرة يعني بالمناسبة، الفطرة السليمة قبل، أنا أرى الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. ما هو الحق؟ أجاء به وحي السماء؟ نعم. أو شرحه نبي الأنبياء؟ هلأ ما الحق أيضا؟ ما كان أربع خطوط: النقل الصحيح والعقل الصريح. في عقل تبريري، حينما تأتي بلد، يأتي بلد قوي جدا يستعمر دولة، الشيء المعلن من أجل الحرية جئناكم، أما الحقيقة من أجل البترول نحن جئنا. صحيح. ففي عقل صريح وعقل تبريري، في فطرة سليمة وفي فطرة منطمسة، في واقع موضوعي واقع مزور. فالحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، والعقل الصريح، والفطرة السليمة، والواقع الموضوعي. والحق قديم. فالإنسان جبل جبلة عالية. شو معنى الفطرة؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. يعني أن تقيم وجهك للدين حنيفا، هذا ما جبلت عليه وهذا ما فطرت عليه. فلو خالفت مبادئ فطرتك دخلت في عذاب نفسي. أنا بقول الكآبة عقاب الذات النفسي لذاتها، شعر بالتقصير. أضرب مثل آخر، لو جاء دخل للبيت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأمه مريضة وبحاجة إلى دواء مسكن، وطلبت منه هذا الدواء، قال لا كله مسكر، ما في حدا فاتح هلا، لكنه يعلم في القرارة نفسه أنه في صيدليات مناوبة. صحيح. فهو ينام منقبض، عذبته فطرته، أمه تحتاج إلى دواء، قال لا ما في إلا صيدليات تفتح أبوابها، لكنه يعلم في أعماق نفسه هناك صيدليات مناوبة. طيب لو ذهب إلى هذه الصيدليات والدواء لم يجده ورجع، حينما لم يذهب عذبته نفسه، فلما ذهب والدواء لم يجده ارتاح. في الحالتين أمه لم تأخذ الدواء. صحيح. بس في الحالة الأولى في تعذيب للنفس. فالإنسان إذا أصغى إلى صوت فطرته بيكون إنسان بطل. هي الكآبة. أنا هذا الذي أراه الآن مرض العصر. طيب. في تقصير وفي كآبة معه. طيب بالحديث حول الاستقامة، هناك كثيرون يعني يؤدي الصلوات ويصوم رمضان ويزكي ويحج، هل ويرى نفسه أنه على طريق المستقيم، هل
الاستقامة لها معيار، لها مقياس، لها سبل لمعرفة هل أنا بالفعل على يعني أنا يعني أنفذ أمر الله عز وجل للاستقامة أم لا؟ أنا الجواب عندي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نعم. بإمكانك بذكاء أن تقدم تبريرات للتقصير، لكن نفسك تعلم علم اليقين ما إذا كانت مقصرة أو غير مقصرة. فالإنسان إذا تعامل مع نفسه بشكل فطري ينجو، فهو الإنسان يعلم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لذلك قيل يمكن أن تخضع معظم الناس لبعض الوقت تخدعه، بل يمكن أن تخدع كل الناس لبعض الوقت. أما أن تخدع الله ونفسك ولا ثانية ولا ثانية. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني عفوا لو فرضنا طبيب يعالج مريضة، طبعا من حقه أن ينظر إلى مكان المرض، إلى عضو فيه مرض. لو اختلس النظرة إلى مكان آخر لا تشكو منه، من يكشف هذه المخالفة بالأرض؟ لا، ولا جهة. صحيح. لكن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. الآية تقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم. ما علاقة الطغيان بالاستقامة؟ إنه الاستقامة أن تلزم طريق الحق، أن تلزم وحي السماء، أن تلزم تعليمات الصانع. أنت أعقد آلة بالكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، أعقد آلة بالكون. ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامتك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. الآن أخي الكريم، في على وجه الأرض 7 مليارات و200 مليون إنسان. أقول لك كلمة دقيقة، 7 مليارات و200 مليون إنسان حريصون على أشياء 3، على سلامة وجودهم وكمال وجودهم واستمرار وجودهم. سلامة الوجود باتباع تعليمات الصانع، بالاستقامة على أمر الله، وكمال الوجود بالعمل الصالح، بالعطاء. يعني لو أنه ذكرت استقامة وعمل صالح، الاستقامة سلبية. أنا ما أكلت مال حرام، أنا ما غشيت، أنا ما اغتبت، أنا ما أذيت أحد، كلها فيها مآت. إذا قلنا الاستقامة وحدها تغطي الاستقامة بالمفهوم السلبي والعمل الصالح، أما إذا قلنا استقامة وعمل صالح، الأولى سلبية والثانية إيجابية. العمل الصالح أنفقت من مالك، من علمك، من جاهك، من قوتك، من خبرتك، في عطاء. لذلك أنا أرى أن هؤلاء البشر 7 مليارات و200 مليون يقع على رأسهم زمرتان كبيرتان، الأقوياء والأنبياء. سؤال إبراهيم مهم، يعني كيف الإنسان يستقيم وهو لا يعرف الله عز وجل من صفاته؟ إنك إن عرفت الآمر تفنيت في طاعته، أما إذا لم تعرف الآمر تفننت في التفلت من أمره. هي من النهاية. يعني أنت لو فرضنا موظف بدائرة فيها مدير قوي جدا وعنده معلومات دقيقة جدا وعنده إدارة حديثة، فأنت ما بتخالف أمره أبدا. نعم. سيدي مثل أبسط، راكب سيارتك والإشارة حمراء والشرطي واقف، وزير الداخلية أصدر قانون السير، وهذا الشرطي ينقل لوزير الداخلية المخالفات. لأنك تعتقد أن واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك من خلال غرامة كبيرة مالية لا يمكن أن تعصيه، ليقينك أن علمه يطولك
أن قدرته تطولك. هذا قانون مواطن عادي ما له ولا ميزة، والإشارة حمراء، والشرطي واقف، والشرطي ببلغ بضبط، فأنت لا يمكن أن تعصيه، لأنك موقن أن واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك. طيب أنت حينما تستورد بضاعة وفي نسخة من هذا الاستيراد تذهب إلى المالية، هل بالإمكان أن تخفي هذه الصفقة عن المالية؟ مستحيل. مستحيل، لأنه الموكل بذلك علمه يطولك. إذن المعرفة اليقينية تبعثك عن الاستقامة. اسمع القرآن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. كأن الله بهذه الآية سيلخص القرآن كله، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نتوقف مع هذا الاتصال. علمه يطولك. نعم. وقدرته تطولك. نعم. لو بدأنا من عليم الجزائر، علي يقول أن يعني مرض السرطان أصيب به أكثر من أحد في أسرتي، وهو يعني يخاف من هذا المرض. هل معنى الخوف هذا يعني شعوره بالخوف؟ وكنت حضرتك تتحدث عن فكرة أن الأمن هل يتعارض؟ لا، نحن في عنا خوف مرضي وخوف طبيعي. سيدنا موسى قال عنه الله عز وجل: فخرج منها خائفا. فالخوف من طبيعة البشر. بس في عنا خوف مرضي، حينما ينقل الخوف الإنسان إلى اليأس أو إلى القنوط أو إلى الكفر، هذا الخوف المرضي. أما الأنبياء يخافون: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله النبي الكريم وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال. نحن في عنا بعلم النفس أحوال. فالخوف جزء من أحوال الإنسان. بس في عنا خوف مرضي، وعنا خوف وبائي، عفوا، عنا خوف طبيعي وعنا خوف وبائي. فالإنسان يمكن أن يخاف، لكن الحكمة الإلهية الدقيقة الدقيقة أن الله عز وجل قال: إن الإنسان خلق هلوعا. نقطة ضعف في أصل خلقه. تصور آلة غالية جدا حقها 50 مليون، فيها قطعة ضعيفة في الوصل اسمها الفيوز، لو جاء التيار أقوى مما ينبغي لأحرق الآلة. فهذه القطعة الضعيفة فإذا جاء التيار عاليا تسيح، وإذا ساحت انقطع التيار سلمت الآلة. فأنا بقول الخوف في حكمة بالغة منه. لو ما في خوف ما في استقامة أساسا. يمكن الخائف يخاف من شعر أنه في ورم، خاف أن يكون ورما خبيثا، فتاب إلى الله واستقام على أمره. طب السؤال هنا دكتور محمد، هل الإنسان يستقيم بالخوف من الله أم حبا لله عز وجل وطمعا في رحمته؟ نحن نريد أن يستقيم بصرف النظر عن أسباب الاستقامة أولا. فإذا استقام حقق الهدف من وجوده، لكن بدافع الخوف مقبول، بدافع الخوف أن ينقطع عن الله أرقى. أذكر أنه مسيلمة الكذاب قبض على صحابيين فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ الأول قال: ما سمعت شيئا، فقتله مسيلمة. الثاني قال له: أشهد أنك رسول الله. ماذا علق النبي الكريم؟ والله شيء لا يصدق. قال: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. والثاني قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله. رخصة الله، إنه الله وضعك بين حدين، حد أدنى وحد أعلى. الأدنى مقبول، لحتى في الجامعة بنال 50 ناجح، صحيح، بمرتبة مقبول. واللي أخذ 95 بدرجة شرف. فالشرع حطك بين حد أدنى وحد أعلى. أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله، هذا مستوى عالي. والثاني قبل الله منه ذلك، هذه الرخصة. هذه الرخصة. فأنت بين الحد الأدنى والأعلى، وأنت الذي تختار. الأعلى بطل، الأدنى مقبول.
طيب محمد من تونس يتحدث عن الدعوة إلى الله عز وجل وكيف نعين الناس على فكرة الاستقامة، كيف ندعوهم إلى موضوع الاستقامة؟ أنا أقول كلمة دقيقة، استقم يستقم بكم. الناس يريدون إسلام يمشي أمامهم. هناك تعليق لطيف، الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي قرآن يمشي. أنا أخذ من الثالثة، ما لم يرى الناس إسلاماً يمشي أمامهم، إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. حينما نرى أشخاص أمامنا مستقيمين هذا يدعم الاستقامة. الاستقامة كفكر ما لها قيمة كثير بالكتب، أما أنا حينما أرى إنسان أمامي كيف أن النبي قرآن يمشي، أنا الآن أريد إسلام يمشي أمامي، تحدث صادق، عاملك أمين، في موطن الشهوات عفيف، هذا الذي يدعم هذا الدين. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، في عنا تعليم بالكلام، تعليم بالقدوة، والقدوة أبلغ. صحيح، يعني نحن نقول دائما القدوة هي حقيقة مع البرهان عليها. قد يقول لك هذا كلام خيالي، كلام غير واقعي، هي مثاليات. صحيح، أما حينما يرى إنسان قدم كل ما يملك في سبيل مبدئه هذا أعطاك واقع. فأنا أقول بدلا من المثالية التخيلية، المثالية التخيلية والواقع المرير، هناك مثالية واقعية وهناك واقع مثالي عاشه الصحابة الكرام. طيب أبو الحسن يقول، هل الاستقامة معنى هو معنى معنوي أم معنى حسي، وكيف أضبط أنني على الطريق المستقيم؟ أولا أنا أطمئن هذا السائل الكريم، لا يمكن أن تخطب ود الله إلا ويخطب الله ودك، حينما يلقي في روعك أنه يحبك. قالوا من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. من لوازم الربوبية العالية أن الله إذا أحبك يلقي محبته لك في روعك في كيانك. فأنت كأب لو جاءك ابنك آخر العام معه جلاء أخذ علامات تامة، ما بتعمل شيء إطلاقاً؟ لا طبعاً، ما بتضمه؟ فرح، ما بتقبله؟ صحيح، ما بتأمله دراجة؟ إنسان عادي. فلما ربنا عز وجل يرى من عبده ورعاً واستقامةً وإخلاصاً ومحبةً، أيضاً هناك من الله عز وجل ما يطمئنه. لذلك حينما تستقيم يلقي الله في روعك أنه يحبك، هذا شيء من اللوازم. والدليل من وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. طيب دكتور محمد، يعني الاستقامة وعلاقتها بالعبادات، يعني الصلاة، هل الاستمرار على الصلاة والحفاظ عليها دليل على الاستقامة؟ طبعا، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر، وإنك إن صليت أديت واجب العبودية. لكن حينما قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، هنا الآية دقيقة جدا، إنك إن أديت الصلاة فقد ذكرت الله، لكنك إذا ذكرت الله الله يذكرك. كيف؟ ذكر الله لك يمنحك نعمة لا يتمتع بها إلا المؤمن، الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه النعمة بنص الآية لا يتمتع بها إلا المؤمن، الأمن. بل في بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. طيب، إن الله إذا ذكرك منحك الحكمة. الحكمة أعظم عطاء إلهي، الإنسان بالحكمة يسعد بزوجة من الدرجة الخامسة،
من دون حكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحكمة يعني يكفيه المال المحدود، من دون حكمة يبدد المال الكثير. بالحكمة يجعل العدو صديقا، بدون حكمة يجعل الصديق عدوا. يكاد يكون أكبر عطاء إلهي الحكمة. الحكمة لا تؤخذ، قال ومن يؤتى الحكمة توهب. كلمة دقيقة جدا، ما لا تؤخذ، ما في أخذ الحكمة، ما في كان حكيما، ومن يؤتى الحكمة. فأكبر عطاء إلهي الحكمة، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هي الحكمة عطاء إلهي كبير. طيب من خلال الصلاة، إقامة الصلاة أيا كان شكل إقامة هذه الصلاة، يعني هناك يسأل البعض أنه من مشاغل الدنيا يدخل إلى الصلاة ويخرج منها وعقله مشغول بالعمل وبالأولاد وبغيرها، هل هذا المقصود من إقامة هذه الصلاة؟ والله هو الإنسان يجب أن يجهد في أن يفكر في معاني الآيات التي يقرأها، مو صعب إطلاق. الحمد لله رب العالمين، متعه بصحة وعنده بيت وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده دخل بيغطي مصروفه، يا الحمد لله. فمدام تأمل في معاني الآيات لا يكون غافلا، بس أحيانا تأسيه نفحة إلهية فيبكي في الصلاة. نعم، إن لربكم في أيام دهلكم نفحات، ألا فتعرضوا لها. أنا أعرض نفسي لنفحة الإلهية، فإن لم تكن أنا أديت ما علي، أديت ما علي أداء كاملا، وعلى الله الباقي. طيب هناك من أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. ربما الإنسان يأتي في أوقات يكون عنده همة لموضوع الاستقامة، سواء في أداء الصلوات والأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك يأتي عليها فتور فيبعد ويحاول أن يتشبس ببعض هذه العبادات، هل هذا دليل على أنه غير مستقيم، ليس على طريق الاستقامة؟ لا، أنا بس إلي رأي دقيق. نعم، لا سمح الله ولا قدر، ابن اكتشف الأب بفحص مبدئي معه التهاب السحايا ومرض خطير هذا. نعم، فإذا انشغل الأب بابنه وقلق له، أو له والد أصيب بمرض عضال، أو عنده مشكلة مالية كبيرة، تجي الآية تقول فإذا فرغت فانصب، كأنه الله عز وجل عذرك أنك مشغول بمرض ابنك، مشغول بالعناية بوالدك. ففي مصائب، إنسان لما طبعا بالمصائب يؤدي الفرائض، لكن إذا كان مرتاح في مع الفرائض نوافل، فلذلك الإنسان في الشدة قد يؤدي الفرائض وأدى الذي عليه، لكن الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. بس النقطة الدقيقة جدا كما قلت قبل قليل، نقطة ضعف بالآلة، لو جاء التيار قوي أحرقها، هذه النقطة هي تقطع التيار. فالإنسان خلق هلوعة، وخلق ضعيفة، وخلق عجولة. لو خلق مهول ما له أجر باختيار الآخرة، ما هو خلق عجول يريد شهوة أمامه فعارض عنها وانتظر وعد الله بالآخرة، فهو لأنه عجول ارتقى بهدف بعيد، ولأنه عجول ارتقى بالشهوة الآنية غض بصره، امرأته لا تحل له، غض بصره عنها. طب هي إنه خالف طبيعته. الآن ما يحدث في سوريا الآن، كيف يشعرون بالأمن؟ فيما هو فهم أنك تحدثت عن الأمن، أن الاستقامة تؤدي إلى الأمن. أنا إيماني وهو في كل كياني أرى أنه ما من محنة إلا بعدها منحة من الله، وما من شدة إلا بعدها شدة إلى الله. هذا من حسن الظن بالله، ونحن ننتظر وعد الله بالنصر، وعد الله بالنصر، والمؤمن يصبر وينتظر وعد الله له. نعم، أخونا بندر يتحدث عن فكرة التوبة. نعم، هو يقول أن التوبة لها شروط، كما وهو يقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أستغفر الله غفر له. شروط بديهية. التوبة أولا إقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع عن الذنب لم يتوب. الشرط الثاني أن يعقد العزم ألا يعود له مرة ثانية. الشرط الثالث أي ندم، الندم توبة.
أنت حينما تندم على ما فعلت وتبتعد عن هذا الذنب وأن تعقد العزيمة على تركه، هي التوبة. يعني ما فهمت من الأخ بندر، هل يعني لو الإنسان أتى بذنب هل يحتاج الأمر أن يجلس مع نفسه ويأتي بهذه الشروط، أم أنا في المساء مثلا يقول أستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل؟ لا، ما دام ندم على فعل هذا الذنب وعقد العزم على ألا يعود إليه مرة ثانية، خلاص هي التوبة. ندم وعقد العزم ونوى أن لا يعيده مرة ثانية، الندم توبة، فيها ترك فيها عزم فيها ندم. ندم عما مضى، ترك حاليا، عزيمة في المستقبل على ألا يعود. في عندنا ثلاث أزمنة: ماضي، حالي، مستقبل. بالماضي ندم، بالحالي أقلع، بالمستقبل عزم. طيب، بالعودة إلى الآيات وهي في سورة هود، وهناك حديث مشهور على ألسنة النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. يعني ما في سورة هود جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود؟ قوله تعالى موضوع الحلقة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت. هل هذا الأمر يعني من الثقة الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشيب له؟ الإنسان له شهوات سيدي. أحيانا النبي لا يتكلم عن ذاته، عن أمته. ففي شهوات، والشهوات ضاغطة في هذا العصر، الشهوات فتن. فالإنسان لما بيضبط نفسه، اشتقتوا لأحبابي، قالوا أولسنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قال منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوان ولا يجدون. شيء طبيعي جدا. هل نحن في هذا الزمن؟ نعم نعم، أنه الشهوات متألقة والعقبات كثيرة والصوارف أكثر. عصر الشهوات، تمشي بالطريق بالسيارة، بالجريدة، بالمجلة، بالشاشة، في أشياء ما ترضي الله عز وجل. صحيح، الشهوات متألقة والعقبات كثيرة والصوارف أكثر. شهوات، فتن، صوارف، عقبات، طبعا أجر أكبر. اشتقت لأحبابي، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. بس معنى الجمر هنا هل معنى صعوبة؟ بمعنى صعوبة ومعنى ألم؟ لا، بس في تكليف، في كلفة. التكليف في كلفة. عفوا، الإنسان يعني جبل على متابعة الجمال، فإذا غض بصره عاكس مو فطرته، عاكس طبعه. الإنسان طبع على حب المال، فإذا أنفقه عاكس طبعه. طبع على أن يملأ عينه من محاسن النساء، فإذا غض بصره خالف طبعه. لذلك يطبع المؤمن على الخلال كلها، فإذا خالف طبعه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. له طبع، يحب المال، يحب محاسن المرأة، يحب الجاه والعظمة، هي كلها طباع أوضعت فيه. لكن هذه الطباع لها قنوات نظيفة طاهرة. والكلمة الدقيقة جدا: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة. والدليل الأقوى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. في عند علماء الأصول معنى مخالف، الذي يتبع هواه يعني شهوته، يعني غريزته، وفق هدى الله لا شيء عليه. لا شيء عليه. بالإسلام ما في حرمان، بس في تصعيد. طيب، يعني هذا الحديث يجعلنا نسأل عن كيف، ما هي المعينات للإنسان على موضوع الاستقامة في غض البصر وجمع المال من الحلال؟ وهذه المعينات: أن تعيش ضمن حاضنة إيمانية، لا تصاحب إلا مؤمنا كعلاقة حميمة. في علاقات عمل طبيعية كلها، بس كعلاقة حميمة لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كعلاقة حميمة يجب أن تكون مع المؤمنين. والدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وكونوا مع الصادقين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لابد من حاضنة إيمانية، لابد من مجتمع مؤمن بالعلاقات الحميمة، كلامي دقيق. أما علاقات العمل شيء طبيعي، كله طبيعي. وشيء ثاني، في عنا لعبة شد الحبل. إن صاحبت إخوة وشدوك إلى معصيتهم ابتعد عنه، أما إذا تمكنت أن تشدهم إليك ابقى معهم. لعبة شد الحبل. يا إنسان بصاحب صديق، الصديق غير منضبط غير ملتزم، فإذا شدك إلى بعض المعاصي ابتعد عنه، أما إذا تمكنت أن تقنعه أن يصلي ابقى معه. لعبة شد الحبل، إما أن تشدهم إليك فابقى معهم، أما إن شدوك إليهم ابتعد عنهم. طيب، ربما الإنسان في لحظة من اللحظات يجد أن قلبه يهوى شيء، وهذا الشيء يجد فيه مخالفة لله عز وجل أو يبعده عن طريق الاستقامة، كيف يتخلص القلب من حب هذا الشيء؟ أنا أطمئن إخوتنا المشاهدين، لا تحاسب إلا على العمل فقط. لو واحد تصور معصية كبيرة بس ما سواها ما فعلها، لكني أنصح لو جاءت الخواطر بمعصية إن ابتعد عنها أضمن له، أما هو متى يحاسب؟ على العمل، الفعل نفسه بس. أما الخواطر والتصورات لا تحاسب عليها مبدئيا، لكنك إذا تبعتها قد تنقلب إلى عمل. هذا الفكرة. طيب، في الآية أيضا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، معنى الركون ومعنى الظالمين، من الظالمين وكيف يركون لهم؟ الظلم معنى واسع جدا. هناك من يظلم نفسه، يبتعد عن منهج الله، يعطيها شهواته، يعطيها غرائزه. هذا الإنسان إذا صاحبته قد يشدك إليه، هي المشكلة. لا، أنا أقول بالعلاقات الحميمة نزهة 5 أيام، تكون في تأخذ معك مؤمن، في غض بصر، في حجاب. إذا كان واحد متفلت ما لك مصلحة تطلع معه. أنا أقول في عنا علاقات عمل ما في عليه شيء إطلاقا، العلاقات الحميمة إذا كنت مع المؤمنين، والدليل الآية قوية، يعني الرجل الذي يدخل بيتك ويدخل بيته وتصاحبه وتسافر معه وتأكل معه، هذا المقصود، علاقة حميمة هي. هذا يجب أن يكون على شاكلتك، على مبدئك، على منهجك، على قيمك. هذا يزيدك إيمانا إذا صاحبته على منهجك. طيب، يعني وقت الحلقة بينتهي ونريد نصائح سريعة للمشاهدين، سواء في موضوع الاستقامة أو في غيرها من موضوعات، يعني كيف الإنسان يعني يتقرب إلى الله عز وجل ويرى من نفسه خيرا في تعامله مع الله. والله أنا مرة كنت بمدينة عربية ساحلية، فرأيت بناء 14 طابقا. ما شاء الله. قال لي صديقي، هذا البناء له قصة. أعرابي بعيد عن المدينة الكبرى حوالي 40 كيلومتر، فلما توسعت هذه المدينة اقتربت من أرضه، فباعها بثمن بخس لأنه يجهل قيمتها الحقيقية لمكتب عقاري فيه 3 شركاء. هذا المكتب اشترى هذه الأرض بثلث ثمنها وأنشأ عليها فندقاً من 14 طابقاً، فندق رأيته بعيني. هذا المكتب 3 شركاء، الأول وقع من أعلى البناء إلى الأرض نزل ميتاً، والثاني دهسته سيارة، أما الثالث ربط بين موت شريكيه مع الاحتيال على هذا الشخص صاحب الأرض، بحث عنه 6 أشهر حتى عثر عليه، أعطاه 3 أضعاف حصته. قال له هذا الشخص البدوي، قال له ترى أنت لحقت حالك. ونحن جميعا ما دام القلب ينبض باب التوبة مفتوح. وهي كلمة دقيقة جدا، يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله
يغفر الذنوب جميعا، هي رحمة الله عز وجل. فكل إنسان له مشكلة بماضيه، عنده قضية معينة، أول شيء يجب أن يتوب وأن يصلح، عليه ذمة مالية بيأديها، وعندئذ الله عز وجل يغفر له. ولذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد إلا الله. في نهاية هذه الحلقة نرجو منك فضيلة الدكتور، ونحن يعني في يوم جمعة ولعلها ساعة إجابة، أن تدعو لنا والمسلمين في حلبي وفي غيرها. اللهم أصلح لنا ديننا، آمين، الذي هو عصمة أمرنا، آمين، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، آمين، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، آمين، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، آمين، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، آمين. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، آمين، وبطاعتك عن معصيتك، آمين، وبفضلك عمن سواك، آمين. اللهم لا تؤمنا مكرك، آمين، ولا تحجب عنا ذكرك يا رب العالمين، آمين. احقن دماء المسلمين في كل مكان، آمين، واحقن دماءهم في الشام، آمين، وفي حلب على وجه الخصوص، آمين. يا رب انصرهم على أعدائهم، آمين. أكرمهم يا رب العالمين، أعطهم ولا تحرمهم، آمين. أكرمهم ولا تهنهم، آمين. أرضنا وارض عنا يا الله، اجعل هذا اللقاء الطيب إن شاء الله منطلقا لعودتنا إليك كي ترحمنا وتنقذنا مما نحن فيه، والحمد لله رب العالمين. بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي، كما نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. نرجو لكم صباحا جميلا وجمعة مباركة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.